انا غادي ندوز العيد مع العائله ان شاء الله في مكناس. المشكل ديال داك الاكتضاض ما بقاش لان الناس مشاو كاملين البارح سحابهم العيد غيكون الجمعه. الناس الله يهديهم كيعملوا داك الزحامه والحمد لله دابا اتساع كاين غير شنو المشكل ديال التذكره زايده 21 درهم على العيد هذا كيزيدوا هاد 20 درهم ديال الفرق اللي كيكون ما بين الايام العاديه وهاد العواشر. هذا هو اللي كاين. الايام العاديه كيكون 70 درهم يعني دابا زادوا 20 درهم 90 درهم يعني التذكره باش كتقطع. ايوا الاكتضاض ما بقاش الحمد لله الكيران موجودين الاكتضاض ما كاينش وكل شيء مزيان. العيد واخا تقدر تمشيش العام كامل بالحق العيد ضروري تمشي عند الوالدين ديالك والعائله وهذه صله الرحم ضروري منها. فين ما كنتي خصك تزور الوالدين ضروري. مركوب غالي غالي بزاف. الطاكسيات 80 درهم 85 درهم بلاصه من هنا للعرايش. حنا هو الفكره نركبوا ب 50 درهم زايدين عليك 30 درهم 35 درهم. الكارت زيدنا لك 10 دراهم 45 درهم. قلنا زعما قريب ماشي قال ريش قريب ما يكون المركوب موجود ساعه انت كتشوف. مبروك ضروري ماشي تفاجئ وصافي. ملي سولت الطاكسيات راه بزاف 35 درهم بزاف. مبروك عيدك شكرا. الحمد لله الامور عاديه يعني ما كاين لا زياده لا والو. داك الثمن المناسب 180 درهم اللي كتكون الايامات العاديه كاينه دابا. حتى داك الزحام وداك الشيء ما كاينش. ما عرفتش انا واش الناس كانت كتوقع العيد البارح ولا ما عرفتش. المهم لقينا الدنيا خاويه هادشي اللي كاين. كنتمنى والله كل واحد يوصل بخير وعلى خير ان شاء الله مراكش الا سخر الله. اخويا راه بطنا غادي سيدي قاسم ما زادوا علينا ما والو 5 دراهم اللي زادوا علينا راه ماشي مشكل فهمتي يعني عادي في استطاعه المواطن يمشي عادي فهمتي يمشي ب 75 درهم دائما فهمتي هادشي اللي كاين زياده 5 درهم اللي زادوا علينا هو عليكم. انا مسافر من طنجه لتطوان بالنسبه لهذه المناسبه. بالنسبه للتذاكر ما كانش زيادات بزاف. التذكره ما بين طنجه وتطوان نورمالمون كتكون 20 درهم وفي هذه المناسبه زادت 5 درهم ولات 25 درهم. كيف ما كنشوفوا النهار قبل العيد ما كاينش داك الزحامات بزاف ما كاينش البلوكاج داك الشيء خدام مزيان. كاين الامن كاين لي سيكوريتي هنايا كلشي كاين موجود. لا ضروري العيد هو مع العائله والاسره والحباب وهادشي اللي كاين. وعيدكم مبارك سعيد كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. معكم انا صقيق الحافله في المحطه الطرقيه مدينه طنجه. بالنسبه لهذا الشيء ديال العطل كذا كانت هي بالنسبه لهاد العطله يومين والبارح كنسحب لهم الناس الحاله ديال العيد البارح على حساب اليوم ساعه الناس كلشي مشى اليوم اصبحت المحطه شويه ناقصه من الخدمه. وش غنقول لك اصلا الاقبال ما كانش بزاف يعني حتى هاد العيد هذا الناس مضروره بزاف يعني ما كاينش النسبه ديال الخدمه كما بحال الاعوام الاخرى ولا هادي. الناس مقصحه على حساب الاسعار الاغلى على حساب هادي. وخدمنا في هاد العام هذا خدمنا فيه يومين واليوم كنا زايدين نخدموا النهار اليوم الساعه الناس كامله حسبت اليوم الجمعه كاين العيد الساعه الظروف هكا كتحكم. والضغط ديال الخدمه ديال هاد العام بالنسبه للبياخيات كانت ضعيفه بزاف ماشي زعما ديك بحال يعني كنا كنخدموا ليلا نهارا كانوا الشيافر كيتبدلوا كيجيبوا الشيافر من الشركات ديال الترونسبور من هادي باش يتعاونوا معنا. هاد العام فالنهار كنا كنديروا ثلاثه البياخيات اربعه في النهار ولينا كنديروا جوج ثلاثه كاع لا طولتي ثلاثه والليل كدير فاياج واحد. واصلا كان ما كانش الضغط. وبالنسبه للمحطه عاوتاني كانت مقاومه على احسن ما يرام بالسيكيريتي ديالها بالامن ديالها بالمدير المؤسسه بالعمال ديال الشبابيك يعني الامور كانت مزيانه ما كان لا فوضى ما كان لا صداع ما كان حتى حاجه الحمد لله.